بمبدأ الشفافية وفتح الأبواب والتقارب للمواطن حتى يكون على علم بكل صغيرة وكبيرة. بلدية تلاغ احتضنت الدورة الأولى لملتقى لقاء المجلس مع المجتمع المدني لتقديم الحصيلة السنوية لسنة 2023. السيد حكيم مراك: نحن نؤمن بمستقبل بلديتنا، لهذا نعمل أن تكون سنة 2024 أحسن من 2023 برغم من الإنجازات التي حققناها في السنة الماضية. لقاء رئيس مجلس الشعب البلدي وأعضاء المجلس بحضور كذلك عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة الاستثمار للمجلس الشعبي الولائي وكل من السلطات المحلية والأمنية بخصوص إعلان الحصيلة السنوية حول المشاريع التنموية لسنة 2023 بمعدل 28 مشروع، منها المشاريع المجمدة ومشاريع المبرمجة لسنة 2022 ما يعادل 98%. هي الجنوبية، أنا نهضر على ممثل ولاية سيدي بلعباس ونتكلم على كل المشاريع ولاية سيدي بلعباس. ونزيدكم ما كانش سيناتير اللي جاب لجنة استعلامية لجنة الصحة في كلا ولا في المناطق في مناطق الولاية. خاصة الوئام كما قال الرئيس هذاك التحويل. سي الرئيس عندنا ما يخص التهيئة الحضرية طريق سعيدة الأرصفة المبلغ راه قلت عليه مليار و100 كاين التصفيه تاع المياه اللي طريق بلعباس هنا عند الضروب هذاك علاه هذا كامل البلد هذا ما صدق شكل من هي في المهود تاعنا اللي ظلمه البرد النوم ثم تعاونوا في المدرسه يعني تغار الطاقم البلدي وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي على هذه المبادرة، وهذه المبادرة كانت من طرفنا قاعدة تبدأ تكون حافز تعطي دعم للتنمية المحلية وللمشاريع التنموية على مستوى كل البلديات ولاية سيدي بلعباس. بسم الله الرحمن الرحيم. كان التدخل تاع رئيس المجلس الشعبي البلدي لرد الثقه تاع المواطن في الشخص تاعو في هذا المجلس، نتمنى المواصله ان شاء الله والمداومه على مثل هذه التدخلات وهذه المشاورات واخذ بعين الاعتبار اراء المواطنين، لانه بلا مواطن ما قد يخدم والو، مش ما قد تكون اراء تاع المواطنين تخدم. شكرا خويا على هذه التغطيه الاعلاميه. اليوم كان عندنا يعني اجتماع مفتوح مع رئيس البلديه فيما يخص الحصيله السنويه للتنميه المحليه، وشدنا انه رئيس البلديه يعني عنده جديه في العمل، وهذا ان دل على شيء دل على الروح الايجابيه اللي فيه. هو كان ناصر جمعاوي وشاب، وان شاء الله الشيء اللي راه ناقص في تلاغ يتجسد على ارض الواقع مستقبلا. البلدي لبلديه تلاغ تفضل نيابه عن زملائي واصاله عن نفسي بتكريم السيد عضو مجلس الامه السيد شارف يحيى على اولا على سعاده ترحابه، وثانيا على المجهودات التي يبذلها على المستوى المركزي خاصه لمشروع القرن اللي نسموه احنا هنا في مدينه تلاغ اللي هو ازدواجيه الطريق الوطني رقم 13. اذا من هنا نيابه عن الزملاء تكريم بالرايه الوطنيه، الرايه الوطنيه يعني كهديه لوفاء وهديه مصداقيه وهديه لاعضاء لكل ما تقدمه على المستوى المركزي لبلديه تلاغ.